ونستقبل البروفيسور أحمد ملعبة أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية الذي ينضم إلينا من عمان. صباح الخير دكتور أحمد. عام 2023 شهد ظواهر مناخية وأثار مدمرة واعتبر الأكثر سخونة، كيف ترى هذه التحولات وتخطيراتها على حياة البشر، وإلى أي مدى وصلت مرحلة الخطورة؟ أشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذه الإضاءة على قضية عالمية مهمة جدا، هي تعتبر القضية الأولى. الآن نحن بالفعل انطلقنا من فكرة أن العدالة المناخية أصبحت صعبة جدا، وأن التطرف المناخي أصبح ليس باتجاه واحد، وسادت حالة تسمى الفوضى المناخية أو الفوضى البيئية. كل المتناقضات متواجدة، نتكلم عن ارتفاع حاد في درجات الحرارة في بعض المناطق في العالم تجاورها مناطق فيضانات وأعاصير. نحن في منطقتنا أمام ثورة البحر الأبيض المتوسط الذي ضرب بإعصارين قويين، إعصار دانييل وإعصار إلياس، وأيضا هنالك خطر من حرائق الغابات في المغرب وتونس وأيضا حتى في سوريا والأردن. كل هذه المعطيات تؤكد على أن العالم لا يرحم نفسه بيئيا، بل يشتغل ضد ذاته، وهذا سيسبب له مشاكل كثيرة جدا. هذه المشاكل تضعنا أمام حد الانقراض السادس، رمز المرحلة. درجة الاحترار أصبحت درجة غليان، الكائنات لا تتكيف، مليار ومليون طفل تحت خطر الموت أو المرض، وأهمها في نيجيريا والهند والفلبين وأيضا المنطقة العربية، ولكن ليس هنالك حلول واقعية بالرغم من الشكر الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم مؤتمر كوب 28 الذي تبع مؤتمر شرم الشيخ في كوب 27. نعم. كلها كانت خطوات إيجابية وناجحة في محاولة تقديم المناخ والتمويل المالي، ووصلنا إلى 83 مليار دعم في دبي، وهذا يؤكد على أن هنالك شعور بالخطر داخلي عند الدول الصناعية، وخصوصا في أوروبا وأمريكا وأستراليا وبقية الدول العالم الأول. طيب، يعني سيد أحمد، ذكرت قمة المناخ بالإمارات، القمة رقم 28، وبعض البنود التي ساهمت ربما في تقليل وطأة هذه أو تداعيات هذه التغيرات المناخية. إذا نظرنا إلى هذا العام الجديد ونحن على أعتاب عام جديد، تستمر التحذيرات من احتمالية وجود تبعات أيضا خطيرة لهذه التغيرات خلال العام القادم 2024، كيف تنظر إلى هذه المعطيات؟ سيد الفاضل، العام 2024 سيكون أشد وطأة بيئيا من عام 2023، رغم هذه السلسلة التي عرضتموها من الكوارث، من إعصار هيلاري في المكسيك وأمريكا إلى ظاهرة النينو في المحيط الهادي، وإلى ثوران أيضا في المحيط الأطلسي، والقبب الحرارية التي انتشرت في أفريقيا وفي الجزيرة العربية الآن نعاني منها بسبب التبخر الشديد الذي حصل. ما حصل في دبي هو اتفاقيات ووعودات، حتى أكون منصفا، وليس إجراءات فعلية بخطوات استراتيجية. هنالك بعض النقاط الإيجابية وبعض النقاط السلبية، إذ العودة إلى فكرة المفاعلات النووية وتوقيع 117 دولة على إنشاء مفاعلات لتوفير الطاقة كانت هذه أحد السلبيات، وتناقض مناقشات المؤتمرات السابقة التي كانت تلزم بفك هذه المفاعلات وتفكيكها، ولكن الآن 30 أو 32 مفاعل نووي تعمل في ألمانيا، 62 في فرنسا. هل نحن بحاجة إلى مثل هذه المفاعلات النووية في ظل توفر 3000 إلى 3300 ساعة شمسية ورياح شديدة جدا نجحت ويلز في توفير ثلث الطاقة الكهربائية على توربينات الهوائية ذات الزعانف؟ والآن هنالك تطور كبير في هذه الطاقة الرياح، التوربينات بدون زعانف التي تعطي طاقة كبيرة جدا. الهيدروجين الأخضر ركز عليه المؤتمر، ولدينا مشاريع كبيرة في الوطن العربي وأيضا في العالم، ولكن مش
مشكلة المياه ونقص المياه لابد من استخدام الطاقة المتجددة وخصوصا الشمسية لتحلية طب المياه. طب دكتور أحمد، ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها يعني أو التي تعيق الإجراءات التي اتخذت؟ لماذا لا تنفذ بأسرع وقت ممكن؟ المشكلة هي صراع صناعي، الصراع الصناعي بحاجة ليس إلى تغير مناخي وإنما تغير في التفكير. التغير في المناخ حاصل، ولكن التغير في معالجة آليات تغير المناخي لم تحصل بعد. الدول الصناعية الآن وخصوصا في أوروبا تدفع ثمن التقاعس في دفع الدعم المالي والتهرب المالي، ولاحظنا الحرائق التي حصلت في بريطانيا وإسبانيا، وهنالك مهدد أكثر من 5 ملايين منزل خلال هذا الصيف 2024، وهنالك توجه عالمي إلى الانتقال من هذه الدول إلى دول أخرى بشراء عقارات من أجل بناء، ونلاحظ أكثرها في أفريقيا وأيضا في غابات الأمازون التي فقدت الثلث بسبب هذا الاستثمار الجائر على الطبيعة التي تمثل رئة الأرض. إذن هنالك نقطتين أساسيتين لابد من التركيز عليهما، هو الدول الأوبك، الدول النفطية والدول الصناعية. الدول الصناعية تريد أن تغرق الأسواق بالكوميديتيز بالسلع على باستخدام طاقة الوقود الأحفوري، والدول النفطية تزيد من إنتاجها سواء بالأوبك أو بالأوابك، وهذا سيزيد من ارتفاع ثاني أكسيد الكربون والميثان مع الغاز إذا تم إنتاج غاز بعد توقف الغاز الروسي. هذا سيعيد كثير من الدول من العصر التكنولوجي إلى العصر الخشبي. بدأ المزارع في فرنسا وألمانيا وأوروبا بقطع الأشجار من أجل التدفئة بعد أن وصل إلى ذروة العقل البشري في توفير مصادر للطاقة ولكن لم تكن سليمة، وزاد الكربون إلى 1.6 تريليون طن في الغلاف الجوي إضافة إلى الغازات الدفيئة. ربما هذه المسارات يعني بالفعل. سيد أحمد يعني كان سببها ربما واحدة منها الأزمة الروسية الأوكرانية التي جعلت كثير من دول الاتحاد الأوروبي أن تلجأ إلى بدائل للغاز الروسي وغيرها من السياسات التي يعني تم اتخاذها للتعامل مع هذه الفجوة الخاصة بالطاقة. وعلى أي حال يعني بطبيعة يعني واضح أن ما زالت هناك أزمة فيما يخص الإرادة السياسية أو إرادة الدول والحكومات للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية. شكرا جزيلا بروفيسور أحمد الملاعبة، كنت معنا من عمان، شكرا لك.